ميثاق ملك المقالب. يا الله. ميثاق يعني حسب لك مقلب من مقالب بالميثاق. ميثاق يقلل صوت البلد بالضبط. يعني بالضبط يعني الو هلاو حياتي ما اعرف يعني فولا سابقا فعلا قديمه السالفه. صديقي اسمه مؤيد ايام الارضي ماكو جوالات. قلت لنا شيء مثلا ايام الارضي احكي لك ماكو كانت جوالات قبل يعني صوتي كثير ما اقدر. والله العظيم خابر علي اول ما قال له الو الو هلاو ميثاق يعني فرد نوم تفضل ذاك كيف خطي ايام الارضي. قالت له العفو العفو غلطانه. فهو طلع بالكاشه عنده رجع دق عليه ميثاق على راسه قال العفو غلطانه رجع دق. قال له الو. قال الله والله صوتك عجبني انت منين ما اعرف ايش. ميثاق بلش وياه. المهم توعدت وياه بشارع حيفا يعني قلت له انت يا عياده الدكتور يا عياده فلان فاروق العزاوي اجاني يعني فاجي احنا من بعيد ونبو عليه من بعيد اصدقاء كله بو عليه سويت انت تعرفه جيراننا سوى تاني خابرت ابو المزيقه والطبل قلت له تروح تجي بنرجع بنرجع الزفه من راس الشارع للبيت وما يعرف شو السالفه ما يعرف شو السالفه رجع عباله ما جتي انتظر انتظر رجع رجع والله رجع وصل البيت كانت تستلمه المنطقه الدربون والمنطقه والشباب واقفين ويباوع شنو هالموسيقى مستقبله شنو هذا ايه ابو الجماعه قالوا له الحاتة ضربتك بوري ضربتك بوري قال هذا ميثاق هذا ميثاق سنتين معك سنتين زعلان عليه والله